صباح الخير. صباح. كيفهم الحلوين؟ حلوين. اليوم يا حلوين رح نرجع نكمل حصتنا لنعرف الأخ الثاني لأي حرف. مش سامعة. برافو. إذا الحرف الماضي اللي أخذناه الحصة الماضية اسمي دال صوتي. اسمي دال صوتي. برافو. طيب شو الكلمات اللي اخذناهم بحرف الاد؟ لا لا الكلمات الكبرى اللي اخذناهم دا دا لا دا دا شو الصوره؟ برافو ماريا. دا 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 شو كمان؟ دا وشو كمان؟ برافو عليكي. دب. شو هاي الصورة اللي عندنا؟ صورة؟ صورة؟ قنفذ. صورة؟ قنفذ. صورة؟ قنفذ. 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 صوتكم كثير واطي. قنفذ. أذن. أذن. ذبابة. الرد الطويل عم بتنادي عليه. حكت له يا إذ يا إذ يا إذ. شو حكت له؟ شو حكت له؟ يا إذ يا إذ يا إذ. فسمع حرف الإب حروف المد الطويلة عم بتنادي عليه. فهو لما سمع إن عم بتنادي عليه يا مالية شو صار فيه؟ كشل. شو صار فيه؟ كشل. شو صار فيه؟ حكى أنا واحد مغرور، أنا حرف الإف حرف مغرور وما بدي حدا يساعدني. فحكوله يا هاشم حروف المد الطويل إحنا طيب حروف أقوياء، إحنا حروف أقوياء بنحب نساعد. طيب أنت ليش ما بدك نساعدك؟ حكى أنا ما بحب حدا يساعدني، بس لإنكم صرتوا جايين وواصلين لعندي أنا رح أخليكم تساعدوني، بس بشرط واحد. انت ما تمسكوا ايدي. برافو عليكم. وين يوقفون؟ الواقف جنبها. برافو عليكم. ما يمسكوا بايدها، يوقفوا جنبها. برافو عليكم. فاجينا حكينا هون احنا مع بعض. اذ. برافو. يلا اذ. برافو. اذ اذا. طيب بيصير اكتب الآ ماسكة بالإف، وين رح توقف؟ برافو. يلا تانية. يلا إف بمسكها بإيد الأو بوقفها جنبها. برافو. الأخيرة إف إي دي. برافو عليكم. إذا صار لنا ثلاث. يلي بيعرف الكلمة رح أحط له نجمتين يبين على لوحة التعليم. برافو عليكي. صوت عالي حكيها. برافو. برافو. ايه لين؟ برافو. برافو. ايه لا مش صوت عالي هاد. برافو. برافو. ايه لين؟ رح احط جايلين نجمتين لانها هجت الكلمة لحالها على لوحة التعزيز لانها الين تستحق. زعفولي لالين. ليش حطيت لها نجمتين انا؟ لانها شو؟ مش فاهم. لانها ايه؟